رجعنا من جديد. عايزة أوريكم بقى إحنا نعمل الروبة إزاي بتاعت الزبادي. طبعا أنا هعمل كمية كبيرة علشان تبان في الحلقة، بس أنت في البيت هتعملي شوية صغيرين على قد ربع كوباية فنجان قهوة كده من اللبن. خلاص هعمل إيه؟ هجيب اللبن سخن، شايفين الدخانة وبيطلع منه، اللبن سخن مش بيغلي، سخن. وهاجي اللبن أهو متهيألي الدخان باين فيه، و انا بعمل الماده اللي هسيبها عشان اعمل زبادي بعد كده. لو انا بسم الله الرحمن الرحيم هحطه في برطمان ماشي، وهجيب فلفل الحراق، ما تستغربوش عشان اللاكتوباسيلس اللي موجود في الروبه بتاعه الزبادي هو موجود هنا في الفلفل ده. فهعمل ايه؟ هروح حطاه كده اهم، وهقفل عليهم وهسيبها طول الليل. الصبحيه هلاقيها مكان دافي طبعا زي كاني بعمل زبادي، هلاقيها اتخثرت وبقت اهي كده، عملت لي الروبه اللي بعمل بيها بروب بيها الزبادي اللي هي الخميره بتاعت الزبادي. خلاص دي الخميرة بتاعت الزبادي اللي بعمل بيها الزبادي. خلاص اهي هناخدهم على جنب. هنعمل بقى بديل تاني دلوقتي، هنعمل بديل للبن المكثف بطريقة اقتصادية. خلاص بصوا هنستعمل مكونات بسيطة جدا. اول حاجة نص كوباية مية مغلية، مية سخنة قوي مغلية، هحط معاها نص كوباية لبن، سوري ربع كوباية مية مغلية ونص كوباية لبن بودرة، معلقة صغيرة زبدة، نص كوباية سكر، رشة فانيليا، مفيش أبسط من كده. مية سخنة هحط معلقه الزبده عشان تدوب، وفي نفس الوقت ابرد الميه عشان الخلاط، عشان ما ابوظش الخلاط. اوكي الميه السخنه اهي، هحط في الخلاط اللبن البودره والسكر، السكر الافضل يكون بودره عشان اخلص بسرعه، واروح حاطه اهي الزبده طريت ورشة الفانيليا وأضربهم. خليني أظبطها كده. خدي بالك من أي صوت غريب تحسي بيه، ما تتكيش علشان بصي أهو الصوت راح، ما كانتش السكينه متركبه كويس عشان ما تبوظيش الحاجه بتاعتك. اهو طلع عندي لبن مكثف، معلقه زبده صغيره هي بس، شويه سكر اهو. ادي ده مقدار علبه اللبن المكثف اللي انا عملت مقدار صغير عشان يبقى مقدار العلبه. ادي اهو اوريلك بالمعلقه اهي اهو، شايفين لبن مكثف مقدار عمل لي علبة من اللبن المكثف، مفيش اسهل من كده. ده هنشيل الكلام ده كله. بصوا بقى عايزة اوريكم حاجة او اقول لكم على حاجة. ساعات انا عايزة اعمل كفتة مثلا، ما عنديش لحمة وعايزة اعمل لولاد كفتة، عندي اطفال. انا هعمل لك النهاردة حاجة حلوة جدا، الطلاينة دايما بيعملوها، بيعملوا كفته من بواقي الرز، بواقي الرز اللي عندهم بيعملوا بيها كفته. خلينا ننضف بس، وبتبقى حلوه قوي وما فيهاش اي لحمه، طعمها حلو، وبتحشيها بالحشوه اللي انت عايزاها. هاجي هجيب كوبايه من الرز المطبوخ، بواقي رز عندك اهي
كوبايه من الرز المطبوخ، احط معاها بصلايه صغيره، معلقه كبيره نشا، معلقه كبيره مليانه نشا، هحط ملح وفلفل عشان يبقى ليها طعم، واروح ضرباهم عجناهم جامد لغايه ما يتكون عندي عجينه كفته. عايزه شويه كمان. وممكن اعمل ايه؟ ممكن معلقه ميه سخنه، معلقه هتسهل لي انها تبقى عجينه. بصوا هتسهل لي انها تبقى عجينه ماسكه في بعضها اهي. خلاص هنشيل ده ونشتغل باللي باقي. انا عندي لحمه، مش لحمه سوري، صويا اهي، عاملاها بدل معصجاها زي اللحمه المفرومه المعصجه اهي، كانها لحمه محدش هيحس خالص. ممكن تحشيها خضار، جزر وبسله، اللي انت عايزاه اهي. هجيب اروح عجناها، ده رز وبصل اهو. بصوا اهي مسكت ازاي. خلاص اهي اعملها واروح حشيها بالصويا، بحشوة الصويا المعصجة. اهي وبقليها في شوية زيت. عايزة اقول لكم تحفة خرافية، جميلة جدا جدا جدا، مفيش احلى من كده. اهي ادي طبق نحطها فيه، هعمل كام واحدة بس علشان ايه احطهم، بس لازم اضغط عليها يعني، وانا بشيلها كده لازم اضغط عليها علشان سيح ما تسلم ايديك. بصوا اضغط كده عشان تمسك في بعضها اهي، وبعد كده بكورها زي اهي. بصوا اهي اهي الكوره، بروح عامله لها حفره واحشيها اهي، واروح قافلاها قبل ما احطها. لازم اعمل كده، لازم اقفلها كويس عشان ما تفتحش، عشان لما تتحمر اهي. طبعا انت بتحطي منكهات اللي انت عايزاها، عايزه جنزبيل، عايزه زعتر، عايزه بابريكا، اللي انت عايزاه تحطيها تدي الطعم بتاعك. اوكي اهي نعمل واحده ثالثه، ولا خلاص احنا قدامنا قد ايه على الفاصل؟ وحاجه انا هجهز الزيت يبقى سخن، واهو بسم الله الرحمن الرحيم. لا عايز يسخن سنه. ماشي خلاص، خلينا نحمرها في الفاصل يا ياسر مادام ايه مفيش وقت. انا هكملهم بقى ونحمرها في الفاصل، هروح لفاصل وارجع لكم بعد الفاصل، استنونا.